بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في ندوة تاريخية لجامعة مدينة نزرت، محاولة كليتية لسنة 1965 الدولة على التداعيات. ندوة التي نعرف المسؤول على نهارين تنطلق اليوم، ضيفنا محاضرنا وصديقنا الدكتور خالد عبيد اليوم مش حاضر، وبعد ذلك سيكون هناك نقاش. يوم ثالث سيكون سماع شهادة الفاعلين وعاملاتهم بالنسبة للناس الوفاة اللي قاموا في المحاولة الانقلابية هذه. علاش الموضوع هذا ربما تسألوا؟ لأنه بكل بساطة الموضوع هذا كان السوجي تابو، كان ممنوع الحديث فيه زمن أجيب أمر طبيعي ربما لأن المحاولة الانقلابية كانت ضده، لكن زمن المخلوع كذلك كان ممنوع أن نحدثوا في الموضوع هذا، ممنوع أن نبحثوا في الموضوع هذا. فاليوم الحمد لله جات الفرصة بعد مرور 50 سنة من هذه المحاولة هذه، وقلنا أنه لابد أن نتناول هذا الموضوع بكل جدية، لابد أن نبحث فيه، لابد أن نعرف الحقائق، لأنه لو عدنا بكل كتب الصحف نشرناها لكم وعرضنا لكم أمامكم حتى تشوفوا بالنسبة للي ما شافش، صوروا الناس هذوما وكأنهم مجرمين خاينين الوطن، ناس بيخلوا كان في أنفسهم، خانوا الشعب عناوين كبيرة في الصحف الأولى، هؤلاء خانوا الشعب، خانوا الوطن، خانوا بورقيبة، وكأنه من يخالف بورقيبة ويختلف مع بورقيبة كما كان هو في حين أن العباد هذوما بشهادة جميعهم ناس مناضلين والناس فيهم ما يسمى بالفلاقة بالظفرين في حسن قريب، وعرف أنه كان رئيس سابق في بوركيبا يتعمد استعمال هذا اللفظ حتى ربما يقسم من شأن الأشخاص هذوما بشأنهم كبير، لأنهم ناس خدمت وناس جابت لنا الاستقلال وناس ناضلت وناس طلعت مجهولات ودافع على بلاد الأردن. فأبسط شيء قلنا اليوم أنه نحاول نكشف الحقائق، نحاول نرجع للتاريخ، نحاول نعطيه نرد الاعتبار للأشخاص هذوما ولو بجزء ضئيل. على ذلك اخترنا الموضوع هذا، وعلى ذلك كانت كنا متحمسين مش أن يكون ندوة تاريخية موضوعها المحاولة الانقلابية في سنة 1962. فمجدد شكري لحضوركم، وجدد شكري كذلك لصديقنا وزميلنا المحاضر الدكتور خالد عبيد، وفي الكلمة لمنصة الندوة سي كمال القرني، ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على حضوركم ووفائكم الجمعية ولهذه الندوة التاريخية السنوية التي نتمنى أن تنال رضاكم وتجمعنا دائما منكم. نستضيف في هذه الحصة الأولى الصديق الأستاذ الباحث خالد عبيد، أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي للتاريخ الحركة الوطنية، الذي نشكره على أولا على تقبله بقبول هذه الدعوة لتقديم مداخلة بعنوان قراءة في المحاولة الانقلابية لسنة 1965. وقد أولى الباحث هذا الموضوع اهتماما كبيرا ومجهودا خاصا أدى إلى الكشف عن حقائق هامة، إلى جانب الكشف عن وفاة البعض ممن أعلنوا أثناء هذه العملية. لا أريد أن أطيل، ولكن أستسمحكم فقط لألاحظ أن لجنة إعداد هذه الندوة حاولت برمجة هذا اللقاء خلال شهر ديسمبر 2012، لأن هذه الندوة السنوية هي في الحقيقة 2012 الذي كان في شهر ديسمبر الذي كان سيوافق مرور 50 سنة على اكتشاف المحاولة الانقلابية وبداية محاكمة. وبعد أن تعرض ذلك ارتأينا أن نبرمجه في هذا اليوم، يعني اليوم 24 جانفي 2013، الذي يوافق كذلك مرور 50 سنة على تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام في حق أغلب عناصر المجموعة التي كانت تعد لهذا الانقلاب. أما الغاية من هذا الاختيار فهي فتح المزيد من الملفات التاريخية العارفة
المغيبة أو المسكوت عنها رغم حضورها في الذاكرة الجماعية لأهالي بالذات وتأثيرها على حياتنا في الماضي والحاضر على غرار عن بالذات وغيرها من المسائل التي تبقى وغيرها من المسائل حتى تبقى هذه التظاهرة فضاء مفتوحا لكل المواضيع والمقاربات المتنوعة دون إقصاء أو استثناء. في الحقيقة صحيح الجمعية ما تناولش الموضوع هذا في ندوة يعني عامة وخدمة الأسبوع، ولكن أريد أن أشير كذلك أنه من عام 97 والجمعية في التنسيق مع المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بدأت في تسجيل شهادات نتاع الفاعلين. سجلنا مع السي محمد صالح البراقي، سجلنا مع السي محمد قرع أحمد، وبالتدرج يعني كل عام تقريبا كنا نسجل، وكانت التسجيلات هذه كانت موجودة نسخة موجودة في الجمعية ونسخة موجودة في المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، وبعد جاء السلطان كيف يعني تم يعني إعادة تسجيل بعض الشهادات ويعني زخم كبير وفتحة الأمور. آخر واحد سجلناه هو محمد صالح لأسي عمالي شوف أو عمالي بن سالم، وذلك نعم وبعد عم قبول بن الشيخ. الغاية الثانية من الموضوع هذا هو تكريس المنهج العلمي لهذه الندوة التي دأبت منذ نشأتها على الاهتمام بكافة الفترات التاريخية ذات الصلة بالتاريخ الوطني والجهوي والمحلي من خلال لعب دور الوسيط الفاعل كجمعية في نقل وإتاحة المعرفة التاريخية التي يتم إنتاجها في الجامعة التونسية وتعليمها على جمهور المثقفين والمهتمين خاصة من رواد الجمعية. إذن الكلمة للأستاذ خالد.